استاذ فادي مطر موجود معنا اليوم، مدرب اذاعي اعلامي من الدرجه الاولى، عنده يعني باع طويل مع الاذاعه خاصه بفرنسا. يعني خسرنا خبرته لكن ربحنا كمان اسم كتير كبير بفرنسا، بس هلا عم ترجع على البلدان العربيه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتيا، حضرتك بزياره على البلدان، نحن عم نستفيد من وجودك معنا بلبنان، كمان لتخبرنا اكثر عن هالمسيره اللي بدت ب 83 وبعدها لليوم مستمرة. خبرنا شوي، ليش تركت لبنان؟ تركت لبنان، رحت لأتخصص على أساس مسرح، خلصت مسرح هون بكلية الفنون بفرن الشباك، ورحت بدي اتابع بباريس، سجلت مسرح وبدأت حضر دي او اه وبعدين دكتوراه. هذا من المسرح للإعلام، وبعدين انتقلنا للإعلام. أنا وبباريس كان في إذاعات طالبة مذيعين، قلت ليش لا، أنا خريج مسرح ليش ما بجرب حظي؟ دخلت بالإعلام وأخذني الإعلام من المسرح. وهيك وصلت للإعلام. فت بطريق تانية، خالص، بس وظفت المسرح بالإعلام، وخاصة هلأ من خلال دورات التدريب اللي عم بعملها. يعني اليوم هدفك أو يعني شغلك الأساسي هو التدريب على الصوت وتركيز الصوت بالإذاعة. إحدى الدورات. أنا صار من 2006 بأكاديمية فرانس ميديا موند. هالأكاديمية هي تابعة بتضم فرانس ميديا موند، بتضم ار اف اي راديو إذاعة فرنسا الدولية، مونتي كارلو إذاعة مونتي كارلو، وتلفزيون فرانس 24. أنا بهالأكاديمية من 2006 بدرب تخصصي إذاعة، بدرب كل شيء بالعمل الإذاعي، بس كل شيء التحريري، يعني التدريب اللي بخص التحرير مش التقنيات. ودورة أكثر شيء هلا بس يقولوا فادي مطر بيقولوا مدرب الصوت، أكثر دورة عم بدرب هي دورة تركيز الصوت، ولأنه طرحتها أنا بالعالم العربي، يعني من 2006 أخذت تقنيات المسرح وظفتها لتدريب الصوت للإعلاميين، وهلأ صرت عم درب وزراء ونواب وناطقين رسميين بالوزارات إلى آخره، وبعدنا مستمرين. طبعا الصوت كثير مهم بالنسبه للاعلاميين، بس بالنسبه للسياسيين وين اهميته بالتحديد؟ اهميته بايصال المسج، بايصال الرساله. يعني اوقات بتشوفي سياسيين كاتبين نص وبدهم يلقوه، بتطلع مش فهمانه شيء بالاخر. ليش؟ لانه ما عرفوا القوه. وبعدين الصوت هو بيعطي صوره عن شخصيه الانسان. يعني انا عم بحكيكي هلا مثلا كاتيا مركز صوتي وعم بحكيكي مرتاح لانه معود، بس لو كنت معلق طبقه صوتي وعم بحكيكي بالطريقه هي، كنت المشاهد اخذ فكره غير الفكره وقت اللي بحكي بهالطريقه هي. مثلا هيدي بس نبذه بسيطه عن اهميه الصوت. هو نفس الصوت، يعني نفس الصوت بعده صوتك، صح، ولكن انت عم تستخدمه بطريقه مختلفه. كل الناس قادرين؟ كل الناس. انا ما بقول ما في شخص صوته بشع الا اذا عيب عنده، عيب خلقي. في اشخاص ما بيعرفوا يستعملوا صوتهم. انا وصغير انا مكتشف صوتي بالمسرح على فكره. صوتي ما كان هيك انا وصغير. وبعدين بصير خلص لايف ستايل، يعني بصير طريقه حديث، طريقه طبقه مستعمله، ما بنعود ابدا نفكر فيها او نحس انه نحن عم نعمل اي افار او حتى عم نركز لحتى اللي نعملها. اكيد اكيد، لما بتاخذي التقنيه، وهذا اللي بدربه بالدورات اللي بعطيها، لما بتكتسبي هالتقنيه بتصير مثلا انا قاعد معك وعم نعمل مقابله وشكل رسمي شوي، اكيد ما رح احكيكي كاتيا بهالطريقه هيدي. اكيد بدي يكون ركز بصوتي، بدي احكيكي بطريقه طليق بحضرتك وبالمشاهد الى اخره. 100%. قد ايه بياثر تركيز الصوت على الشخصيه اصلا؟ يعني قد ايه كمان بخلي الكنترول اكبر عند الشخص؟ الصوت صوره عن الشخصيه. لاعطيكي مثل، اذا شخص مثلا بحياته مقهور، بحس انه المجتمع ظالمه، كيف بيصير يحكيكي يا كاتيا؟ بيصير يحكيكي على طول هيك يا كاتيا، انا ما حدا عم يفهمني بالمجتمع الى اخره. بس شخص عنده شخصيته بيحكي بهالطريقه هي. هلا يمكن انا مثلا، هلا نحن بمقابله تلفزيونيه، يمكن يكون عندي رهبه، بس انا عندي التقنيات بتخليني ما تخليكي تحسي ولا يحس المستمع انه المشاهد، لانه من الاذاعه اليوم مشاهد. اليوم مشاهد انه عندي رهبه باللي لما بحكي مع حضرتك. بما انه عم نحكي عن تلفزيون إذاعة، الصوت الإذاعي مختلف عن الصوت يعني المرئي لما بيكون الإعلام مرئي؟ أنا بوجهة نظري الصوت صوت، الصوت صوت. هلأ بالإذاعة أصعب. ليش؟ لأنه بالإذاعة
بده يمر كل شيء من خلال صوتك. بالتلفزيون في عندك عناصر مساعدة، عندك الجسم، عندك البادي لانجويج بتساعد، بس بالإذاعة أفضل، أصعب المسج يمرق أكثر. هون عم نشوف يعني خلال العمل، خلال الدورات، كيف بيكون الشغل؟ 1 تو 1 بيكون الشغل على المجموعة؟ هلا الدورة أنا باخذ فيها تقريبا بين 8 ل 10 أشخاص، وبشتغل مع كل شخص حسب متطلباته. هلا بالدورة بشتغل على عدة نقاط، بشتغل على طبقة الصوت، بشتغل على حضور الصوت وقوته، بشتغل على الإلقاء، بشتغل على النبرة، بشتغل على تقطيع النص، بشتغل على مواقع الضغط. هلا شخص مثلا طبقة صوته حلوة ما رح ياخذ، يعني ظابطة أو راكزة، ما رح ياخذ معي الشغل قد شخص طبقته مش راكزة، يعني يمكن لما بشتغل معه على طبقة الصوت يمكن نشتغل 3-4 دقائق، بس يمكن ياخذ معي الشغل أكثر على تقطيع النص، يمكن ياخذ شغل معي أكثر على طبقة الصوت، يمكن على عفوا على الإلقاء، يمكن يشتغل ياخذ معي شغل أكثر على الحضور. بشتغل مع كل شخص حسب متطلباته. نرجع أساس فادي لمسيرتك الإعلامية، مرقت بعدة مراحل، بعدة أقسام، صح، بعدة خبرات يعني مختلفة كتير بالوقت اللي الباك جراوند تبعك مسرح، صح، يعني قد الإنسان كمان بيشتغل على حاله ليصير عنده هالنوع من الخبرة؟ أكيد. بتعرفي بدي أقول لك شغلة، لازم الإنسان يشتغل على حاله بشكل دايم. وأنا مثلا بالدورات يلي بعطيها بتعرفي بيكتسب أوقات مهارات من المتدربين نفسهم، لأنه أنا عم بتفاعل أنا وياهم، يمكن بيعطوني أفكار بستعملها بدورات أخرى. وهلأ مسيرتي الإعلامية أنا بدأت من 2003 تقريبا، لما 83 لما رحت لباريس، وبدأت بأول إذاعة عربية كانت متواجدة بباريس وحبيت هالعمل، وأكيد رح طورت نفسي من خلال دورات، من خلال دراسات، من خلال قراءات كل الوقت، وعملت كل شيء بالإذاعة. كنت مخرج، معد، مقدم، كان عندي برامج أعملها بقسم التعاون الدولي بإذاعة فرنسا الدولية، كانت تبث ب70 إذاعة بالعالم، منهم راديو موليمون بلبنان كان يبثل لي برنامج كان اسمه بالأول بانوراميك، بعدين صار اسمه أهلا وسهلا باللغة الفرنسية. وبعدين انتقلت لإذاعة مونتي كارلو، كنت مسؤول البرامج بإذاعة مونتي كارلو. وبعدين من بعد هالخبرة الطويلة طلبت مني فرانس ميديا موند يلي فيها إرافي مثل ما قلت، أنه التحق لأعطي من خبرتي للإعلاميين. اليوم بالأكاديمية شغلك الأساسي، أكثر من دورة بتعطي؟ أكثر من نوع دورات؟ بعطي تقريبا لا يقل عن 40 دورة تدريب بالسنة، بيكون منهم حوالي 30 دورة بالتركيز الصوت. تركيز الصوت. مركز على تركيز الصوت. لا مش أنا مركز، بتعرفي هذه الدورة لأنه بدأت فيها بالأول كانوا يعطوا دورات بالإلقاء. يعني بيجيني أشخاص بيقولوا لي استاذ فادي نحن عاملين دورات بالإلقاء. الإلقاء شو؟ هو قراءة نص. قراءة نص، مخارج الحروف. مهمة. أكيد 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 مهمة، بس ما بتكفي. أنا لما طرحت هالدورة بالعالم العربي بطلب من إحدى مؤسسات التدريب، طرحتها أنه اشتغل على الصوت بشكل متكامل، يعني ما اشتغل بس على الإلقاء، مثل ما قلت لك اشتغل على الطبقة، اشتغل على حضور الصوت، اشتغل على النبرة، اشتغل على التنفس من الحجاب الحاجز، لأنه لحتى نعرف نلاقي طبقة صوتنا بدنا نعرف نتنفس من الحجاب الحاجز إلى آخره. وهيدي التقنيات أخذها من المسرح. بتحن على المسرح بعد؟ واو كتير، يا ريت بقدر، يعني بيرجع بتعطى لي فرصه ارجع امثل. انا مثلت بلبنان، مثلت بمسرحيه ضاعت الطاسه قبل ما سافرت على باريس، كانت من اخراج الاعلاميه الكبيره، الاعلاميه انا اخذني الاعلام المسرحيه الكبيره الست لطيفه ملتقى. يعني صار لك تشتغل على المسرح بمستوى عالي. أكيد. استاذ فادي، هالمسيرة الطويلة بالخارج، أول شيء طبعا مثل ما قلنا أنه بما أنك تدرجت بكل الميادين يلي فت فيها تدرجت، فتعرف الصغيرة وبتعرف الكبيرة، صح، هيدي شغلة كتير مهمة بالخبرة وبالباك جراوند. أكيد أكيد. يعني هلأ للأسف، يعني هلأ بسمع حدا عم بيقدم نشرة أخبار أو حدا عم بيقدم
ببرنامج دغري بتعرفي بصير يه غلط هون غلط هون ما بقى في بقى عم تشوف شو عم بيقول شو وين عم بغلط لا هلا بشوف شو عم بيقول بس انه بسمع شو عم بيقول بس بيلفت لي نظري كثير الغلط وما في اسمع هيك غلط بسهوله لا غلط لغه عربيه لا غلط تقطيع نص لا غلط بنظرك شو الاكثر اغلاط شائعه او تقطيع النص وأداء التقطيع الفاصلة والنقطة هات بيحكي كان عم يحكي مع حاله مش عم يحكي مع الناس لا لا أعطيكي مثل مثلا إذا بقول لك مثلا وصل وزير الخارجية الفرنسية صباح اليوم إلى بيروت في زيارة تستغرق 3 أيام شو عملت أنا هلأ قطعت يعني حطيت نقطة بدل ما حط فاصلة كان لازم أقول وصل وزير الخارجية الفرنسية صباح اليوم إلى بيروت في زيارة عمل تستغرق 3 أيام في موسيقى بدها مش الوقفة وهيدي كتير عم بتفاجأ يعني أنا درسها بالصف النوفيان بالثالث ابتدائي بلاحظ بالعالم العربي كتير بيغلطوا فيها يعني إذا بدك أو إيه تسمع شخص عم بيقدم برنامج أو عم بيقدم مش اللقاء بس عم بيقدم نشرة أخبار بتحسي صوته رائع بس مش عم تفهمي منه شيء ليه ما بتكوني عم تفهمي منه شيء لانه فواصله ونقاطه ضايعه انه في اداء بالموضوع مش قراءه أكيد فقط اكيد 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 واوقات مثلا بتشوفي شخص اداؤه حلو كل شيء بس انه نحن على عم نقدم نشره اخبار لازم يكون عندنا شخصيه شو مثلا هيدي الجمله وصل وزيره هلا بيكونوا ضربوا معه الحماس حماس لازم تكون محمس يعني. بس انه الحماس مش بالصرخ بالصراخ يعني في منهم كتير مثلا عناوين النشره بيعملوها صراخ انه على اساس عنوان لازم تكون هيدا بالعكس يعني في تقنيات هلا في موضه بتبقى ماشي اوقات ايه صحيح مثل موضه هيدي اللي كانت ايام زمان اسعد الله واللي بعدها موجوده بوقتنا اوقات إيه. حتى بعض مدربين بيعطوها يعني إيه للاسف هيدي عفا يعني تعتبر مدرسه معينه مختلفه هيدي عفا عنها الزمن يا كاتيا لما رايت ليش هيدي الطريقه اسعد الله اوقاتكم واهلا هيدي ليش كان لها سبب تقني والسبب التقني هو البث على الموجات القصيره البس اذا المستمع المشاهدين بيسمعوا شيء اذاعه على الموجه القصيره شو بيشوفوا بيسمعوا المذيع الصوت بخف وبيقوى بخف وبيقوى إذا الصوت بخف وبيقوى كان مضطر المذيع يحكي ببطء ليلحق الموجة لا لحتى إذا حكي بسرعة وخفت الموجة بيروح بنص الجمل بنص الكلمات ما عادش بينفهم بقى وبما أنه الصوت كأنه في خشة عرفتي هيك كان مفروض يلفظ كل شيء بس هلا صرنا عم نلبس ديجيتال بالاقمار الصناعيه مفروض المذيع يكون طبيعي يحكي المشاهد او المستمع يحكي بشكل عادي بس مش اكيد اذا مش اذا مخنق انا ومرتي مثلا او مزعل انا وابني ما بدي اجي فش خلقي بالمشاهد ولا بالمستمع وهون تركيز الصوت والكنترول على الصوت اكيد اكيد اهلا وسهلا فيك استاذ بدير مطر شكرا لوجودك معنا اليوم زياره صلا تكون حلوة على لبنان ونستفيد منك بعد أكثر وأكثر ميرسي كاتشي شكرا لك شكرا على اللقاء وقفي هلأ ونرجع منتابع لايف